عقد مؤتمر اتحاد البرلمان العربي الحلبوسي يستقبل نظرائه من رؤساء البرلمان والمجالس العربية وترحيب بعودة الدور العراقي للمحيط العربي. في مئوية تأسيس أمانة بغداد السوداني يعلن انطلاق 150 مشروعا خدميا في مختلف مناطق العاصمة. المؤمنون يحيون ولادة الأقمار المحمدية وكربلاء المقدسة تحتضن جموع المهنئين بولادة الإمام الحسين عليه السلام. حياكم الله. تحتضن العاصمة بغداد يومي 25 و26 من شهر شباط الحالي المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي، وشهدت العاصمة توافد رؤساء الوفود العربية المشاركة في المؤتمر، حيث استقبل رئيس مجلس النواب ورئيس الاتحاد البرلماني العربي محمد الحلبوسي، استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى ورئيس مجلس النواب اليمني سلطان سعيد عبد الله البركاني ورئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم ورئيس مجلس الوطني الاتحادي الإماراتي صقر غباش ورئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد آل الشيخ ورئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري إبراهيم بوغالي. أعلن الاتحاد البرلماني العربي أجندة اجتماعاته في العاصمة بغداد فيما عدها منطلقا لعودة العراق إلى مقدمة الصف الأول فيما يخص التضامن العربي. وقال عضو مجلس الشورى سلطنة عمان عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي حمود بن أحمد اليحيائي إن اجتماعات الاتحاد في بغداد تأتي لمناقشة المعوقات التي تعترض سير عمل الاتحاد وكيفية التغلب على المعوقات ليستطيع تنفيذ الاستراتيجية الخاصة به والميثاق والأهداف المتوخاة من الاتحاد. وأضاف اليحيائي أن المعوقات معظمها إدارية ومالية، ومن بينها تخلف بعض الدول عن السداد المالي، مبينا أن اللجنة التنفيذية اقترحت عقد جلسة استثنائية لبحث المعوقات وتقديم الحلول وعرضها خلال المؤتمر. وأكد أن جميع الوفود ترى أن هذا الاجتماع يعد منطلقا لعودته في مقدمة الصف الأول فيما يخص التضامن العربي، كما كان العراق حاضرا في كل المجالات. أكد عضو المجلس الشعبي الوطني الجزائري بخوش الصديق أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي تناقش المصادقة على موازنة 2023. وقال بخوش أن مقررات مؤتمر رؤساء المجلس والبرلمانات العربية تدخل في إطار دعم المجالس العربية، مشيرا إلى أن هناك لجنتين، 30 هي استثنائية و31 العادية. وأضاف أن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي ناقشت العديد من النقاط المهمة التي تدخل في إطار تفعيل توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء، مبينا أنه تمت مناقشة مصير المقر المؤتمر للاتحاد في لبنان والصعوبات المالية التي تواجه الاتحاد في الاعتمادات المالية واشتراكات الأعضاء. وسوف تناقش اللجنة المصادقة على موازنة 2023. أعلنت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن رفع توصيات إلى المؤتمر 34 للاتحاد البرلماني العربي المقرر انعقاده السبت في العاصمة بغداد لإقرارها برئاسة العراق. وقال رئيس اللجنة محمد صديق إن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي عقدت جلستها وأقرت توصيات جلسة أمس، وخلال الجلسة المقبلة سيتم افتتاح جلسة جديدة للجنة التنفيذية للبرلمان العربي. ولفت إلى أن التوصيات سترفع إلى المؤتمر الذي ينعقد السبت برئاسة رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
الوفود المتواجدة في العاصمة بغداد قبيل انعقاد مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي أثنت على دور العراق الريادي في المحيط العربي. أكد عضو مجلس النواب الليبي وعضو اللجنة التنفيذية عبد السلام نصية أن جميع يعلم دور العراق الكبير في العمل العربي المشترك، معربا عن سعادته لعودة العراق لاحتضان الدول العربية ووجوده في المحافل العربية، مؤكدا أن استقرار الوطن العربي من استقرار العراق، ولا شك أن وجود العراق مهم في جسد الأمة العربية. من جانبه أكد عضو مجلس النواب اللبناني وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي ميشيل موسى أن العراق يلعب دورا أساسيا ومحوريا في إقامة العلاقات بين البلدان العربية الشقيقة وحلحلة الخلافات الموجودة في المنطقة والتي استحكمت لسنوات طويلة. قال النائب فهمي الزعارير أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني وعضو البرلمان وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد البرلمان العربي أن العراق يسير بخطوات كبيرة لاستعادة دوره الريادي ريادة الأمة العربية. بدوره أكد عضو البرلمان الصومالي وعضو اتحاد البرلمان العربي سعيد محمد محمود أن العراق يشهد عودة قوية لاحتضان المؤتمرات التي تعمل على حل المشاكل في الدول العربية، ونوه إلى أن العراق للعراق دورا قياديا بارزا وهو السباق لاحتضان كل ما من شأنه دعم وحدة الوطن العربي. هذا ويرى مراقبون أن العراق بدأ يأخذ دوره الريادي في المنطقة العربية، فيما يرى آخرون أن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي يعد فرصة لمناقشة المشتركات العربية ووضع حلول للمشاكل والتحديات. المزيد في تقرير الزميل أحمد الزيدي. بحضور أغلب رؤساء البرلمانات العربية، العاصمة بغداد على موعد مع انعقاد المؤتمر 34 بعد انقطاع دام أكثر من 40 عاما. بدء توافد الوفود المشاركة يؤكد على أهمية المؤتمر بنسخته الحالية، لا سيما وهو يحمل عنوان دعم استقرار العراق وسيادته. فسياسة التقارب والانفتاح التي تنتهجها الحكومة العراقية مع الدول العربية وابتعادها عن سياسة المحاور أسهمت وبشكل كبير بإعادة البلاد إلى واجهة الريادة الدبلوماسية. بدأ العراق يجد يعني محله اللائق به كمهم وأساسي في المنطقة العربية والإسلامية، وبدأ بسياسة التوازن وحفظ التوازنات والحيادية. شيء عظيم أن العراق بدأ يعني يتفوق في مجالات عدة. تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني وفتح آفاق للتعاون العربي من أجل تصفير الأزمات التي تمر بها البلاد والمنطقة هي الأهداف المرجوة من هذا المؤتمر. فعودة العراق إلى الحضن العربي والتقارب الكبير مع الدول الإقليمية سيسهم بحسب مراقبين بتحقيق تطلعات العراقيين. دلالة على أن العراق أصبح الآن هو محل استقطاب، لأنه حالة الاستقرار والأمن، وأصبح هناك نوع من التعاون يخدم الشعوب وهو مناقشة الاستقرار، الاقتصاد، الأمن، هذه كلها تصب والتحديات التي تواجه العرب. فيما ستكون القضايا العربية والأزمات التي تعيشها المنطقة على طاولة النقاش من أجل الخروج بجملة تشريعات تسهم بإنقاذ الدول العربية من دوامة الأزمات التي تمر بها. ومن المتوقع أن يجني العراق ثمار هذا الانفتاح العربي بالعودة إلى ريادة المشهد الدبلوماسي، وأن ينعكس ذلك على زيادة فرص الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني. لقناة الفرات أحمد الزيدي، بغداد.
أطلقت أمانة بغداد أكبر حملة لتطوير وتأهيل العاصمة منذ حقبة السبعينيات، وذلك خلال احتفالية أمانة العاصمة بالذكرى المئوية على تأسيسها. وقال مدير إعلام الأمانة محمد الربيعي إلى أن حفل التأسيس تزامن مع إطلاق الأمانة لشعار حملتها الجذرية لإعمار مدينة بغداد من جديد، مؤكدا أن الحملة المذكورة هي الأكبر منذ سبعينيات القرن الماضي. وهذا وأقيم الاحتفال في 15 بلدية تابعة للأمانة، شهد مشاركة مجموعة من أمناء عواصم الدول العربية، فضلا عن فنانين وأدباء وشعراء من دول مختلفة. فيما تخلل الحفل توزيع كتاب طبعت فيه أهم الإنجازات التي حققتها الأمانة خلال المدة الماضية، إلى جانب توزيع الجوائز بين الفنانين المشاركين ومنح درع الأمانة إلى شخصيات فنية وأدبية حققت إنجازات مهمة. وخلال كلمته في الاحتفال، كشف رئيس مجلس الوزراء محمد شيع السوداني عن المشاريع الخدمية في العاصمة بغداد. وقال رئيس الوزراء إنه أطلق 150 مشروعا خدميا وتطويريا في العاصمة بغداد، والتي تتشكل على 4 مراحل. تتضمن المرحلة الأولى المباشرة ب 70 مشروعا لتطوير وإكساء الشوارع بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع. وفي المرحلة الثانية هناك 35 مشروعا للجسور والأنفاق والمجسرات، إضافة إلى النقل العام والسكن. وأشار إلى أنه ستتم في المرحلة الثالثة المباشرة ب 26 مشروعا لقطاع الصرف الصحي و 33 مشروعا للماء الصالح للشرب. أما المرحلة الرابعة فتتضمن 9 مشاريع لزيادة المساحات الخضراء وتأهيل المشاتل وإدارة النفايات، فضلا عن المضي بإنجاز مشاريع تعنى بالثقافة والجمال والهوية التراثية، منها إعادة إحياء شارع الرشيد والمركز التاريخي لمدينة بغداد وتأهيل المتحف البغدادي والحفاظ على البيوت التراثية. وفي الذكرى المئوية على تأسيسها، تواصل الأمانة حملتها الخدمية من أجل إظهار بغداد بأبهى صورها وسط إشادات شعبية لتلك الجهود الاستثنائية. حسين ياسين يحمل التفاصيل. 100 عام مرت على تأسيس أمانة بغداد، وما تزال هذه المؤسسة الخدمية التي ارتبطت تسميتها بعاصمة العراق تؤدي دورا بارزا لإدامة زخم عملها والارتقاء بواقع هذه المدينة التي توصف بحاضرة الدنيا. بعد مرور 100 عام على تأسيس أمانة بغداد أو أمانة العاصمة، احنا نشوف بغداد خاصة بالفترة الأخيرة تقوم بأعمال خلت العراقيين كلهم يتجهون إلى بغداد، إلى جمالية بغداد، إلى العمل الدؤوب من قبل الأمانة. أمانة بغداد هي المسؤولة عن الجانب الخدمي والجانب الاجتماعي الذي يدور في كل الميادين في العاصمة الحبيبة بغداد، وما جهودها التي تقدمها للمواطنين هو نتيجة أنه حبها للعراقيين ولبغداد بالذات. من زاوية أخرى، فإن المراقب لعمل الأمانة يشخص انتقالة إيجابية في مستوى ما تقدمه من مشاريع خدمية، لكن ذلك لا يمنع من مطالبتها ببذل المزيد من العطاء لإعادة تأهيل العديد من المناطق التراثية التي تعتبر من أيقونات العاصمة. جهود العاصمة مشكورة لما قدمتها وفي إحياء وإنعاش شارع المتنبي، ولاحظنا الكثير من التطور في شارع المتنبي حقيقة يعني، لكنه بعد هناك ليس بغداد ليس فقط شارع المتنبي، بغداد كبيرة، بغداد بحاجة إلى عدة أمور لظهورها بالمظهر الذي يليق ببغداد. مقابل هذه المعطيات، يؤكد متخصصون في مجال المدن والعمران أن وصول هذه المؤسسة الخدمية إلى طموحها المنشود يقترن بالدرجة الأساس بتشريع قوانين جديدة تتلائم مع المرحلة الراهنة التي شهدت زيادة سكانية. وبالتزامن مع اليوبيل الماسي لأمانة بغداد، أعلنت الحكومة إطلاق 150 مشروعا خدميا وتطويريا للعاصمة لينسجم مع هويتها الوطنية والنهوض بواقعها. حسين ياسين الفرات، بغداد.
يحتفل العراق والعالم الإسلامي بذكرى مولد الأقمار المحمدية وصراط الحق إلى الله تعالى، حيث شاءت إرادة الباري جل شأنه أن تتجسد القيم والفضائل الإنسانية مجتمعة في أيام متتالية من ولادة كائنات غير كل الكائنات البشرية على وجه الخليقة. فكانت ولادة الإمام الحسين والعباس والسجاد عليهم السلام طريقا لبداية العزة والنبل منذ بزوغ نور ممثلي تلك الفضائل ليصلوا بها إلى قضيتها العظمى في كربلاء وما بعدها. فاجتمعت الأنوار المحمدية في شهر عظمه الله تعالى، حيث تزدان البقعة الطاهرة في كربلاء المقدسة بأنواع من الابتهالات والورود التي تفاخرت وهي تحتضن الأضرحة المقدسة للإمامين الحسين والعباس عليهما السلام بذكرى مولد سيد شباب أهل الجنة وشفيع محبيه في الآخرة. بأجمل دعوة من زين العباس تكمل هاي الفرحة الكبرى وتتغنى الأشعار تميز أوصاف الأكبر من وجه المختار، عالم عن عالم يتميز والإبداع الإحساس المهدي إشراقت حب شعبانية صارت سحر الليل. بارك رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد الحكيم بولادة الأئمة الأطهار، وقال السيد الحكيم في بيان أن الإمام الحسين عليه السلام صاحب المشروع الإصلاحي الكبير، وكان أبو الفضل العباس عليه السلام حامل لوائه، بينما كان الإمام زين العابدين عليه السلام حاضن وحامل المشروع. وأضاف إنه وبفيض بركات الأعياد الشعبانية المباركة وذكرى ولادتهم الميمونة يستقبل المؤمنون هذا الشهر العظيم بروح ملؤها الأمل، متضرعين إلى الباري جل وعلا أن يحفظ الأمتين العربية والإسلامية بعينه، وأن يبعد شرور الإرهاب والظلم والجور عن ربوع المعمورة، وإنه سميع مجيب. وبارك السيد الحكيم للأمة الإسلامية والمراجع العظام والشعب العراقي هذه الأعياد الميمونة المباركة. وفي ذكرى ولادة الأقمار المحمدية انطلقت في كربلاء المقدسة فعاليات مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي السادس، وتحت شعار الإمام الحسين عليه السلام في ضمير الشعوب، ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي أكد في كلمة له بالمناسبة أن من نعم الله ولطفه أن جعل للمؤمنين أئمة يهدون بأمره ويرشدون الأمة إلى هديها وصلاحها، وصار لهم نواب فقهاء عدول يؤمن من خلالهم بقاء وديمومة الرسالة المحمدية والمبادئ الحسينية. وأضاف أن هذه المرجعية الدينية وعلى رأسها سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني التي أرسى دعائمها ووضع أسسها الإلهية الأئمة الأطهار عليهم السلام تجلت فيها، ومن خلالها ومن خلال بياناتها وتوجيهاتها وإرشاداتها ما حفظ الروح الحسينية وأبقى الضمير الإنساني فاعلا حيا في نفوس المؤمنين والمواطنين تجاه قضيتهم في بعدها الديني والوطني. المؤمنون تبادلوا التهاني بولادة الأقمار المحمدية، ولا سيما ولادة الإمام الحسين عليه السلام، حيث بعثوا التهاني إلى مقام الحجة بن الحسن الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وإلى مراجع الدين العظام والأمة الإسلامية مجددين العهد والولاء والسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. مبارك للأمة الإسلامية جمعاء وإلى الشعب العراقي ولا أهلنا كربلاء مولد الإمام الحسين في شعبان الأغر، هذه المناسبة العظيمة وهذه الشخصية الكبرى العظيمة المقدسة التي بدمائها جذبت الإسلام العلوي الحسيني وجعلت من الإسلام عالميا كونيا يشار له في كل الثقافات وفي كل المناطق شرقا وغربا. يوم هو مطلوب من عندنا كمجتمع عراقي كشباب كفئات اجتماعية كقواعد بشرية بحاجة إلى إعادة قراءة هذه الشخصية بما يتناسب مع تحديات العصر. أهني لسادتي آل محمد جميعا بولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وأهني للشعب العراقي بولادة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام،
وإن شاء الله ننتظر ولادة الإمام المهدي صاحب العصر والزمان، عجل الله له الفرج، وإن شاء الله فرج قريب، فرج قريب إن شاء الله. نبارك الأمة الإسلامية وعلماءنا العظام والشيعة بالذات على ولادة الأقمار الذين خصهم الله تبارك وتعالى في هذا الشهر الكريم. نبارك لكم جميعا، وخص الله سبحانه وتعالى ولادة الحسين عليه السلام في هذا الشهر، هو رفعة لهذا الرجل الذي أعطى كل شيء وأعطاه الله محبة قلوب الناس. نبارك للأمة الإسلامية بولادة الإمام الحسين صبط رسول الله وشفيع الأمة، السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. نهنئ العالم الإسلامي أجمع، ونهنئ مراجعنا العظام، ونهنئ كل الشعب العراقي بهذه الولادات الميمونة، وإن شاء الله دوم هالأفراح تعم علينا وعليكم بهاي المناسبات، يا رب يعود علينا وعليكم أجمع إن شاء الله. هذا واحتضنت العتبة الحسينية المقدسة ومنطقة ما بين الحرمين الشريفين جموع الزائرين المهنئين بذكرى ولادة الأقمار المحمدية، ولا سيما ولادة الإمام الحسين عليه السلام، فيما جدد المؤمنون العهد مع أبي الأحرار مؤكدين السير على نهجه القويم. تقرير الزميل محمد التميمي. ها هو شهر شعبان المعظم قد حل علينا، وهو يحمل بين طياته ولادة رجال كانوا من التاريخ عظمائها ومن الإسلام أبطاله، من سلالة سيد المرسلين ومن صلب سيد الوصيين. أولهم بدمه أرخت البطولة، وبمواقفه صح عوجاج الدين، وبقائه غضا طريا. وهو سيد الشهداء الحسين بن علي عليهما السلام، رجل عرف بالإيثار وتميز بالشجاعة وبالصمود العقائدي العظيم. سيد الشهداء فضل بأن تكون الأئمة من ذريته، وهذا التفضيل من الله سبحانه وتعالى. الحسين عليه السلام هو المانح للحياة، يعني وواقع هذا واقع قرآني، القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول أن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالشهداء أحياء، والحسين شهيد وسيد الشهداء، فهو سيد الأحياء. مظاهر الفرح والسرور انتشرت على أجواء المدينة المقدسة ابتهاجا بقدوم شهر شعبان المعظم، واحتفالا بذكرى ولادات الأقمار المحمدية الأئمة الأطهار، حيث علقت في أرجاء العتبات المقدسة القطع التي خطت عليها عبارات الولاء لتلك الأقمار، وتزينت جدرانها ومنائرها بالمصابيح الملونة، فضلا عن الورود التي غطت أجزاء كبيرة من الحرمين المقدسين. بكلمة الحسين هذا العالم هسه مستمر، التمسك بالحسين وتشاهد عبر هذه الفضائية كل الآن الزوار الذين يأتون من العراق وخارج العراق، هم يستلهمون البطولة والشجاعة والتضحية والفداء من سيدي ومولاي أبي الضيم أبا عبد الله الحسين، لأن الحسين النبض اللي ينبض بقلوبنا بقلب كل مؤمن كل مسلم الحسين. نبارك إلى العالم الإسلامي والأمة الإسلامية وإلى مراجعنا العظام الأجلاء الكرام لا سيما سماحة المرجع الديني آية الله العظمى سماحة السيد علي الحسين الثاني بذكرى حلول شهر شعبان الأغار، متباركين بهذه الولادات الطاهرة الميمونة السالمة المولى عز وجل، ونحن بجوار ضريح المولى أبي الأحرار عليه السلام، أن يمن على بلدنا ومقدساتنا بالأمن والأمان، وأن يحفظ قواتنا الأمنية وحشدنا الشعبية المقدس. شهر شعبان المبارك شهر الولادات وشهر أفراح أهل البيت، حيث أنه الشهر الوحيد في شهور السنة الذي لا توجد فيه وفاة وكله ولادات وأفراح، فهو شهر أفراح أهل البيت عليهم السلام. وطبعا قمة هذه الأفراح هي ولادة الإمام الحسين المولود الذي أفرح رسول الله وأفرح فاطمة الزهراء. وتعد مظاهر الفرح والسرور شاخصة لكل ما يدخل هذه المدينة المقدسة وسط أجواء روحانية وإيمانية تميزها عن باقي الأيام. من كربلاء المقدسة محمد التميمي، الفرات. مشاهدينا، ينضم معنا من كربلاء المقدسة مراسلنا محمد التميمي. حياك الله محمد. محمد، كيف ترى الأجواء من خلال ما تشاهدونه من إحياء لهذا اليوم، يعني من الجانب الديني والجانب جانب السعادة والفرحة لدى المواطنين، كيف هي الأجواء بجانبك؟
نعم، بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب العصر والزمان الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأيضا إلى مراجعنا العظام وإلى الأمة الإسلامية جمعاء. بالتأكيد كربلاء المقدسة في مثل هكذا أيام ترفع أيديها إلى السماء وتدعي إلى كل المؤمنين الذين يتواجدونها، وأيضا كربلاء المقدسة في هذه الأيام تعانق عنان السماء من خلال تلك القباب الذهبية الشامخة لتعطي الفرصة وتتيح الفرصة للزائرين الكرام للدخول إلى رحاب الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام. بالتأكيد في مثل هكذا أيام يعني العتبات المقدسة تغوص بجموع كبيرة من الزائرين الكرام، وأيضا نشاهد الزائرين يتوافدون إلى كربلاء المقدسة من كل المحافظات العراقية من شماله وجنوبه ووسطه، وأيضا من بقية دول العالم. نشاهد هنا يوجد من شرق آسيا وأيضا من دول غربية، كلهم يتواجدون في كربلاء المقدسة لإحياء هذه الليالي المباركة هذه بأجواء يعني سعيدة، أجواء فرحة، وهم يجددون البيعة والولاء لصاحب العصر والزمان وإلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. نعم محمد، كيف هي الإجراءات التي اتخذتها العتبتين المقدستين، الإجراءات الأمنية والإجراءات الخدمية، هل هي بالمستوى المطلوب لهذه الأعداد؟ طبعا بالتأكيد العتبات المقدسة يعني تعودت على مثل هكذا مناسبات، وأيضا يعني تستحضر هذه اللوجستيات من قبل فترة من انطلاق الزيارة. اليوم نشاهد في كربلاء المقدسة والعتبات المقدسة استحضرت كافة الخدمات لاستقبال الزائرين الوافدين إلى هذه البقعة الطاهرة، سواء العتبة الحسينية أو العتبة العباسية. هناك مهرجانات كثيرة أقيمت هنا في كربلاء المقدسة عند ضريح سيدي ومولاي الإمام العباس عليه السلام وأيضا أخيه الإمام الحسين عليه السلام. أيضا إذا تحدثنا عن الجانب الأمني، فكربلاء المقدسة، قيادة عمليات كربلاء المقدسة وقيادة شرطة كربلاء المقدسة كانت لهم عمليات استباقية على كافة محاور كربلاء، وأيضا انتشار القوات الأمنية في جميع شوارع وأزقة كربلاء أيضا لكي يعني انسيابية سير هذه الزيارة، وأيضا لتأمين هذه الزيارة وتمر مرور كرام. إذن محمد شكرا جزيلا لانضمامك معنا، وإن شاء الله يعني عودة ميمونة. شكرا جزيلا لك محمد. مشاهدينا بالعودة إلى ملف مؤتمر اتحاد البرلمان العربي، ينضم معنا رئيس كتلة قادمون النيابية كامل العقيلي. حياكم الله أستاذ كامل. نعم، إلى أن يجهز سيد كامل نحن متواصلون معكم. نعم. السلام عليكم. سيد كامل هل تسمعوني؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سيد كامل، كيف تنظرون إلى عودة العراق إلى الحاضنة العربية؟ سيد كامل تسمعني؟ سيد كامل إذا كنت تسمعني، كيف ترون عودة العراق إلى الحاضنة العربية واهتمام الدول العربية بما يجري في العراق؟ السلام عليكم. نعم أسمعك سيد كامل. خطوة بالاتجاه الصحيح. تسمعين نسيت؟ نعم أسمعكم تفضل. تسمعين نسيت؟ نعم أسمعكم سيد كامل تفضل. ست، هاي انعقاد المؤتمر 34 نعم. رؤساء مجالس والبرلمانيين العرب بالعراق يعد خطوة جيدة لعودة العراق للاتحاد العربي للمحيط العربي لفتح آفاق وتعاون جديد بين الرؤساء المجالس والتعاون بين العراق والدول العربية. طيب، موقع العراق مهم جدا لكل الدول العربية، موقع العراق مهم اقتصاديا سياسيا وحتى أمنيا. هذا البرلمان العربي وهذا التجمع في قلب العراق وقلب العاصمة بغداد، هل ترون له انعكاسة إيجابية لكل هذه المفاصل؟ طبعا هذا المؤتمر جيد جدا، هو عنوانه دعم أمن واستقرار العراق وحفظ سيادته، وهذا موقع العراق الاستراتيجي الرابط بين الدول الجارة تركيا والإيران، ويعتبر العراق حلقة وصل
بين كل هذه الدول، وأمن العراق هو أمن لكل الدول العربية. نعم. والخليجية وكل الدول أمنها من أمن العراق واستقراره. طيب سيد كامل، هناك أسماء مهمة جدا وشخصيات كبيرة أتت ووصلت إلى بغداد، ما بعد هذا المؤتمر وما بعد استقرار الأجواء، هل سنخرج من هذه المناسبة بفائدة تذكر للعراق؟ وهو بالتأكيد سنخرج، لكن هل هناك مثلا خارطة طريق إلى ما بعد هذا المؤتمر؟ طبعا هذا المؤتمر يعني سنخرج من فائدة، والفائدة عدة العراق الدول العربية وال خارطة الدول العربية وأخذ دوره الكبير. العراق شيء مهم، بلد العراق شيء مهم في العرب، مهم جدا للخليج العربي والدول العربية. نعم، شكرا جزيلا لكم السيد كامل العقيلي رئيس كتلة قادمون النيابية، شكرا جزيلا لكم. مشاهدينا شكرا لكرم المتابعة، ودمتم في أمان الله وحفظه.